صباح السعيد، عدنا وعودة ميمونة إن شاء الله. تحية لكل المتابعين ديالنا عبر قناة شوف تي في، تحية لكل المتابعين ديالنا. دردشة صباحية اللي غادي نحاول أن ندردشوا معكم شوية في هذا الصباح الباكر على بركة الله. شنو رأيكم في بعض الاباء اللي ما قدروش انهم يشريو لوليداتهم الكتوبه في ظل هاد الجائحه، وفي كما كنعرفوا ان الناس تعيش واحد فتره ديال فتره الحجر او فتره كورونا، واللي عرفت حظر التجول الحجر الصحي دائما على المباشر من قناة شوف تي في، قناة الشعب اللي كنقول لكم معكم من قلب مدينة سليمانية في هذه الجولة الصباحية. شنو رأيكم كما قلنا في بعض الأهل اللي ما استطاعوش أنهم يشتروا كتب للأبناء ديالهم بسبب الفقر، بسبب كنوجهها لبعض الاباء اللي مسك عليهم الله سبحانه وتعالى، الى اللي مسك الله انهم يساعدوا هاد الناس هادو باللي قسم الله، يشارك معهم على قليل كثير. الصباحية اللي من خلالها حاولنا أن نناقش معكم موضوع شنو رأيكم في بعض العائلات اللي ما كيستطعوش أنهم يوفروا الكتب المدرسية اللي الأبناء ديالهم متعلقة بالدراسة. في هذه الجولة الصباحية عبر شوارع مدينة سليم النور من خلال المناقشة لنا شنو رأيكم في بعض العائلات وبعض الأباء اللي ما كيستطعوش أنهم يوفروا الكتب المدرسية للأبناء ديالهم بسبب الفقر، بسبب عدم توفير الإمكانيات المادية اللازمة للأبناء ديالهم. وهذه رسالة مرة أخرى بعض الناس انهم يوقفوا معهم على اساس باش يوفروا لهم بعض الكتب المدرسية وبعض الوسائل التعليمية على المباشر. صباحكم سعيد، صباح المحبة، صباح الاخلاص والود. كنقول لكم من قلب عاصمة دوكالا، العاصمة الفلاحية، مدينة سيدي بنور، مدينة العلم، مدينة الفقه. مباشرة على قناة الشعب، قناة شوف تي في، اللي تنقل لكم من قلب هذه المدينة الجميلة والمدينة الشريفة مدينة سيدي بنور. أجل أن أقول لكم من قلب المدينة سيدي بنور
من الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا، وكنتمنى كما قلنا أن الناس بعض الناس يوقفوا مع بعض عائلات لتوفير بعض الكتب وبعض اللوازم المدرسية من أجل يعني رفع الضرر عن بعض العائلات. بعض الناس اللي ميسورين الحال انهم يحاولوا يساعدوا هاد الناس هادو ولو بقليل، لان باش تعتق حد اخ ديالك مسلم وحد يعني واحد شخص انه مسكين لا يتوفر على مؤونة او على يعني شغل خاص باش يترزق الله. هناك بعض المدن ما أثر انتباهي هو أحد الجمعيات للأباء وأولياء التلاميذ أنهم وفروا جميع الكتب جميع اللوازم المدرسية على بعض الأشخاص أو على المؤسسة كاملة للسنة الثانية على التوالي. قاموا بهذه المبادرة الطيبة وهذه المبادرة الجميلة أن وفروا جميع الكتب المدرسية للتلاميذ، وهذه يعني بادرة جيدة، بادرة استحسن لها الجميع وكذلك استحسن لها المتتابعين ومتابعين الفضاء الأزرق لما نشر الإعلان عبر صفحات الفيسبوكية وتم إعلان من خلاله عن توفير جميع الكتب المدرسية للتلاميذ. يعني أنا استبشرنا له خيرا، الحمد لله أنا مازال خير، أنا مازال خير في البلاد، ودائما المغرب معروف عليه بالخير ومعروف عليه بالتضامن. يعني المغاربة معروف عليهم بالخير والتضامن، وعلى اللي كنت من الله سبحانه وتعالى باش أننا نديرو إيد في إيد ونتعاونوا إن شاء الله على بركة الله. نقول أهل الخير وأهل البركة أنهم يكونوا قدوة، يكونوا قدوة، لأن المغاربة معروف عليهم كما قلنا بالكرم وبالشيم ديالو، شيم الكرم والضيافة، هادو هما المغاربة الأحرار. تابعوا جميع الأخبار المدينة سنغافورة في الصوت والصورة. نقوم معكم بهذه التغطية الشاملة كل الأحداث هنا في مدينة سنغافورة. عاصمة الوكالة العاصمة الفلاحية للمتابعين الكبار والصغار والنساء والرجال أننا
الناس اللي ما عندهاش باش تدخل وليداتها للمدرسة. الله يدير التاويل ديال الخير لهاد الناس هادو، وكنتمناو من الله سبحانه وتعالى ان اللي عنده شي كتب قديمه او حلقه ما فيها باس انه يعطيها لشي واحد اخر يعاونو بها، لان المغاربه معروف لهم التآزر، معروف لهم التعاون. اللي عنده شي كتب قديمه ولا شي قضيه حلقه يحاول انه يساعد الناس. الخير تلقاه، نقول لك دير الخير تلقاه، الخير بتغطية كل ما يروج بإقليمي سيدي بنور والجديدة. وعلى المباشر بداية يوم جميل كنتمنى، ونهاية عطلة نهاية الأسبوع الجميع. نتمنى من الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا لما فيه الخير لهذه المدينة. دمتم في رعاية الله وإلى اللقاء.